السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أسرار الزراعة مع محمد سعيد. هنعمل مع بعض النهاردة أقوى سماد للبوتاسيوم. النهاردة هنعمل أقوى سماد في عنصر البوتاسيوم. طبعا زي ما احنا عارفين إن النباتات عندنا بتحتاج عنصر البوتاسيوم ده بكميات كبيرة، وكمان عنصر البوتاسيوم ده هو اللي بيساعد على نمو النبات. يعني لو عندك نبات النمو بتاعه واقف، فعنصر البوتاسيوم ده هو اللي بيخلي النبات يرجع ان يشتغل تاني ويكبر بطريقة احسن. النهاردة هنعمل عنصر البوتاسيوم من قشر الموز. ده قشر الموز، طبعا ما فيش، كل اللي هحتاجه قشر الموز ده، يعني انتوا بتاكلوا الموز وبترموه، يعني ما قشر الموز ده مش هيكلفكم اي حاجه. يعني السماد ده ببلاش، والسماد ده هتقدروا انتوا تستخدموه لفترات طويله خالص. انا هوريكم ازاي دلوقتي، تابع الفيديو للاخر وهتستفاد ان شاء الله، ومحدش يطلع من الفيديو غير لما يعرف ازاي هيعمل القشر الموز ده. احنا قشر الموز ده هنجيبوه، طبعا ما فيش حد ما بياكلش موز، كلنا بناكل موز. فالموز اللي احنا ناكلوه هنشيل القشر بتاعه، هنجمع القشر بتاعه بالطريقه دي. وبعد كده كل اللي هنحتاجه بلاستيكه زي دي. ما عندكش بلاستيكه زي دي، ممكن تستخدم جردل، تستخدمه برضو، بس اهم حاجه يكون بغطا. الحاجه انت تستخدمها يكون بغطا، ما يكونش فيها سكون من تحت، ما يكونش متخرمه، ما يكونش فيها، ما تدخلش هوا. يعني دي البلاستيكه اللي هنستخدمها، وهنستخدم كيس. اهم حاجه اللي احنا نجيب كيس. هحط الكيس كده بالطريقه دي. وكل اللي احنا هنعمله هنجيب قشر الموز وهنفصله كده ونحطه في الكيس بالطريقة دي. هنحط قشر الموز بالطريقة دي. كده هنحط قشر الموز بالطريقة دي. وكمان يا جماعة، احنا انا شفت ناس كتير بتستخدم اللي هو عنصر البوتاسيوم ده، بتستخدمه بطريقة غلط، اللي هي ما بتفيدش النبات خالص، ما تفيدش النبات في اي حاجه. فديت الطريقه هي اللي هتفيد النبات. فاحنا لازم نسيب السماد اللي احنا بنعمله عشان نطلع منه عنصر بوتاسيوم، لازم نسيبه لحد ما يتحلل. يعني لازم يتحلل السماد معانا، لازم يتحلل. والموز ده هنسيبوه لما يتحلل، هنسيبوه لمده 3 شهور يقعد يتحلل فيهم. وكمان احنا عشان نسيبه يتحلل، البكتيريا اصلا هي اللي بتحلله، هتحوله. لازم السماد انت استخدمه، اي سماد عدو بتستخدمه، زي قشر موز، زي قشر اي حاجه بتستخدمها، زي قشر البصل، قشر التوم، الحاجات دي كلها انا مستخدمها كعناصر النبات، بتفيد النبات جدا. فانت لازم تسيب العنصر انت بتستخدمه اللي هو يتحل، يكون عنصر بوتاسيوم بيخرج معاك وبتقدر تستخدمه، بيفيد النبات جدا. كده انا حطينا كل قشر الموز في الكيسه دي بالطريقه دي، حطيناه بالطريقه دي. وهنقفل الكيسة دي، هنقفل الكيسة بالطريقة دي، وبعد كده هنقفل عليه الغطا. كده يا جماعة هنقفل عليه الغطا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده نقدر احنا نحطوه في البيت عادي، ممكن نحطوه، بص، في أي مكان تحطه، لأن ده مش هيطلع له ريحة، مش هيبقى ليه ريحة، ما بيطلعش ريحة وحشة ولا أي حاجة، لأن أنت مغطيه كده فمش هيطلع له ريحة. ده تقدر تحطه في أي مكان عندك، وهتسيبه لمدة 3 شهور. وبعد كده هترجعوا تشوفوا، بعد 3 شهور هرجعوا نشوفوا مع بعض هيبقى ايه شكله. ورجعناكم تاني بعد 3 شهور وهنشوف شكل الموز اللي احنا كنا عاملينه. ده طبعا قشر الموز اللي احنا كنا عاملينه، هنفتح عليه دلوقتي مع بعض ونشوف بقى شكله ايه. ده طبعا يا جماعه كده انا مفتحتش عليه من ساعه ما عملت الفيديو. هنفتح عليه مع بعض اهو يا جماعه. بصوا بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. بصوا ده بقى قشر الموز معانا كده، قشر الموز بقى بالشكل ده. طبعا اتحلل تحليل كامل، يعني بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ده كده بقى جاهز للاستخدام. كده يا جماعه بقى قشر الموز ده كده جاهز معانا للاستخدام. طبعا كده احنا بقى معانا عنصر حديد بكميه كبيره جدا بالنسبه للنبات. ده كده عنصر حديد بقى متوفر معانا بكميه كبيره خالص في القشر الموز ده. كده احنا نقدر قشر الموز ده اللي احنا استخدمه دلوقتي، كده نقدر نستخدمه لو اي عندنا اي نبات فيه اصفرار، متشردش فيه اصفرار، احنا نقدر نستخدمه كل النباتات عشان طبعا ما تصابش بنقص في عنصر الحديد وتبدا تصفر وتبدا تبقى عليها لوائح، الورق بتاعها يبدا ينحرق كده اطراف الورق، فده كلها نقص في عنصر الحديد. طبعا يا جماعه كده نقدر نستخدمه دلوقتي. فاحنا طريقه الاستخدام، احنا ممكن نستخدمه كده، ناخده منه كميه منه فنضيفوها على الميه،
ونسقي بقى النبات ده. مجرد ما ينزل في الميه هتلاقوا لون الميه اتغير خالص، بقى لون الميه غمق كده. لما اول ما نضيف ده، مجرد ما نضيفه في الميه ونقلب الميه هتلاقي لون الميه غمق خالص، فكده تقدر تسقي بيها اي نبات عندك. وكمان نقدر نستخدمه بطريقه ثانيه، اللي احنا هنطلعه ونحطه في الشمس وبعد كده نستخدمه للنبات. ودي طبعا كان الفيديو بتاعنا يا جماعه، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.